يقول: وبعضهم يكتب على سيارته هذه العبارة: يا رضا الله ورضا الوالدين، هل هذا جائز؟ لماذا يقول يا؟ يقول رضا الله برضا الوالدين كما في الحديث، رضا الله برضا الوالدين، سخط الله بسخط الوالدين، مع أنه كتابة الأحاديث والآيات على السيارات أو لوحات تعلق هذا لا أصل له، وهذا يعرض الحديث أو الآية للإهانة، لا يكتب هذا على السيارات ولا على غيره. نعم.